أهلا بكم من جديد. عقد الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين اجتماعا في مصيف دوكان في السليمانية بإقليم كردستان، ورأس وفد الديمقراطي هوشير زيبري والاتحاد قباط طالباني. وبحسب القيادي في الاتحاد محمود خشنو، فإن الحزبين اتفقا على تنفيذ الاتفاقات السياسية المبرمة والابتعاد عن نشر ما يثير التوتر عبر وسائل الإعلام ودعم حكومة الإقليم وتثبيت سلطة الحكومة في عموم كردستان وعقد اجتماع موسع مستقبلا في أربيل. الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي يجب أن يذهب إلى اتفاقيات وإعادة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في 2019، الاتفاقية الإدارية والسياسية. لذلك زيارة الوفد برئاسة السيد بافل طالباني إلى أربيل ولقائه بالسيد نشرفان البرزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس إقليم كردستان كانت بداية لفتح الأبواب أمام الوصول إلى اجتماعات تالية، وهذه الاجتماعات يجب أن تكون اجتماعات لديها تأثير إيجابي على الواقع السياسي الاقتصادي والعلاقة بين البلاد وبغداد. لذلك نحن نأمل بأن تكون هذه الاجتماعات لديها نتائج. ما حصل اليوم أيضا، كان هناك وفد من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة السيد هوشير زيباري، ذهب إلى دوكان قضاء دوكان والتقى بسيد بافل طالباني، وكان الاجتماع كيفية متابعة أن يعقد هناك اجتماع واسع بين المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، بغية إنهاء الطبقة الجليدية الموجودة بين هذين الحزبين، المشاكل الموجودة بين هذين الحزبين، الوصول إلى نتائج ترضي الطرفين، وهذه النتائج يجب أن يكون لديها. نحن في الاتحاد الوطني قلناها، وكان هذا الاجتماع هذا اليوم أحد المحاور أن يترجم على الواقع الاقتصادي الموجود الذي يمر به المواطن الكردستاني المتمثل بالرواتب والوضع الاقتصادي المزري الموجود في إقليم كردستان. لذلك نأمل بأن هذا الاتحاد بين هذه الاجتماعات تستمر، واجتماع اليوم كان اجتماع قبل العيد، واجتماع اليوم هي بداية لعقد اجتماع واسع بين المكتبين السياسيين. نقاط الواقع بين الطرفين هي نقاط تتمثل بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، النقاط العالقة في الاتفاقيات اللي لم يتم الالتزام بها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، ملاحظات الطرفين حول أداء الحكومي في إقليم كردستان، وأيضا الشراكة الحقيقية بين هذين الحزبين. النقطة الأساسية هي الشراكة الحقيقية والوصول إلى تنفيذ الاتفاقات. في تنفيذ الاتفاقيات هناك تنفيذ أسس الشراكة الحقيقية بين الاتحاد والديمقراطية.